الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن معشر المسلمين نؤمن بأنه كما جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الصحيحة المطهرة بأن اليهود كفروا بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وسبوه وآذوه وحاولوا قتله، فرفعه الله إليه ونجاه منه. وقد يظن البعض بأنهم حاولوا ذلك وفعلوا كل ذلك لظن بأنه كاذب مفتر على الله، حاشا عليه الصلاة والسلام. ولكن العجيب في آية من القرآن الكريم بأنهم حاولوا قتله وتبجحوا بأنهم قتلوا رسول الله في ظنهم. تخيلوا، من قول الله تبارك وتعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله. تخيلوا هؤلاء الكفرة لم يخبر الله تبارك وتعالى عنهم بأنهم قالوا وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم الكذاب المفتري عدو الله، بل قالوا كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله. هل رأيتم الحد الذي وصل إليه كفرهم؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. سبحانك يا رب، ما أعظمك وما أرحمك وما أكفر اليهود وما ألعنهم. يقرون بأنه رسول الله ثم يقولون قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله. نسأل الله العافية ونسأل الله النصر للمسلمين على أعدائه من اليهود قريبا عاجلا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله.